السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة لأول مرة في حياتهم كانت فيديو عودة. بتشتركوا في القناة مسألة 100 مشترك واضغط لايك مسألة أكبر عن لايكات الفيديو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو اتنين زبون السلة في واحد واحد زبونات إيدهم بيلاتكم كوباية في كل ويز ازاي والكوباية بتنزل في الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل ازاي. عن واحدة بيديه راح كل الناس راح كل الناس مع بعض. دي بالاسخان بيعمل عرض بس لف اللي فوق بعد كده ايه هيلف اللي تحت. لفهم ازاي بص هيجي عربية يوقفهم ونقفهم من جهة البلياردو حتى السيارة نخان بص خبطتها وهي لسه بابا بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش وقت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه للبيت هتلاقي دي نوع من اللزق جامد. تلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه تشال بعد كده شايلها ميه هتنزل ايه تاني بعد كده يحطها تاني بدل ما تغرب برميل ولا اي حاجة. لا تجيب لزق وتلزق دي بدون العمارة. شوف ازاي واقف على الحبل بص بيزق الحبل وهو بيعمل يحرك ايديه لان هي بيدي كده رايح جاي. لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد كده بص هيروح طاير بالحبل ومدون التاني بيحطه بتاع في المصنع الشفاير. بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الارض ويتزعف على واحد دي بيصلح الجزاز. شوفها مبسوط ازاي الآلة ديت بص ولكن في أي كسر دي تصحح على الماء يفخم معايا عشان يساعدوا بعض وكده. شوف مع بعض دي بيفتح البلاي الرفيع اللي بيفتحها بيفتح حتة ترفع خالص. شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع كلهم غاز واحد. دي برضه نوع من اللزق اللي بيجمع المية بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. وصلنا المية بتفقى رسالة كمان وصلها وركت في أي حاجة بس تلاقي دي نوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حطه تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي ماسورة مكسورة بيجيب اللازم دي ويلفهم حوالين دي بيقطع عامل زي السلايم. سلايم بص عامل ازاي وواحد عايز الموس يلعب فيه دي برضه بيقطع فاكهة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال نقطع فيه دي مانجا دي برضو ايه دي بتاعت التفريم وكده تزيين العربيات. دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص لازم برضو ايه شغلانة صعبة برضو عشان ممكن انت حتة غلط تطلع يعملها نوع جديد. لا بص بتاع صعبة دي بتعمل عربيات وكده. انت مثلا عربيتك عايز تغير لونها تروح تعملها دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس هاي بتفرم التلج بتفرمه. بص بتكسر ازاي بتنسفه. بص بيطلع كمان دي بتنضف الاسمنت. بص الكترونية شوف معاه رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول ورجابه من هو جاي. دي برضه بيطلع حتة رفيعة نوع من الأكل بيطلع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطعها وعمال يقطع تلاقي نوع من الخشب دي خشب دي برضه تقتل الفحار يتم بيصنع منه غلة يصنع منه أي حاجة. بص دي بتاع بتلف وهو جاي يمسكوا حاجة حادة زي ما جاي يرسموا عليها يجي يمسكوا حاجة حادة موجة موسى عشان ينعمها بإيديه عندها بقى إيه بقى رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم. دي بنعملها وخليها جامعة. دي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت بيتوسخ. شوف كده بقول لك ازاي اللزقة بتعمل. بص حط اللزقة ولكن في اي حاجة بص دي بدل ما تغير التكنيك ولا تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في اي حاجة ولا يحصل اي حاجة. اهو بص دي ورينا برضه دي برضه يمكن نظام زي الطهي اللون اللون لون البدلة وانا مش عايز اللون وكده
دي برضه بيرسم على خشب ديكور، بيرسم ديكور بيسموها يدوي مش آلي، فيها أشكال بتتعمل بالآلة بس دي يدوي. دي لون برضه بيروح فين اللون ده؟ تاكل الصفة ولا حاجة؟ وين دي بقى؟ دي شوية بيمشي عليه جبل في حبل وبيمشي، بيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجة ممكن بقى يموت، كمان واحد يبقى عايش لك وانت هيمشي. ايه دي يا ابني؟ دي برضه دي بتاع نوع من الكعك اللي بتاعهم. واو عمال بتاعهم. دي برضه النحاس لون الفرق اللون دي بتاع البنات وكده، بتاع البنات تبتدي تشيل حاجة جامدين من جواها، تلاقي دي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاعت لفة أي حاجة، لفة السجاد وكده دي بتكون جواها. دي بتاع شوف سكينة عاملة ازاي، ملتوية، سكينة ملتوية. بص عمال يقطعها، ده بقى بحط بقى مادة ملونها، ملون اتنين الفخار. شوف المشهد الأول كمان يعمل فيه في لفة عاملة للخيزران، بتاع الخيزران مش عارف بقى بتستخدم فيه في علاج او في طهي او بتستخدموه في حاجه. الخيزران ده شوف السكينه حامله ازاي، دي النحاس بتستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بتستخدم في مولدات الكهرباء. دي بيصنع طهي، الطهي ده اللي هو بيصنع وقت الحاجات بقى من بين ده وحاجات حركات وبرنات لحد يعني. شوف دي واو عامل ازاي، لابس سنايبر كمان. دي ورق، دي ورق، دي قطع. شوف تعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري له حلقة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه نوع من التمارين، برضه نوع من التمارين عشان يقدر نكتلف زي الفار كده، دي الفار قدام يعني. واو دي برضه ملزق سبحة، ملزقة اشكال بتاعت رمضان، فانوس اي حاجة. وعمال يعمل عمل دبدوب في الاخر. واو دي نوع برضه من الزيت، بس دي زيت ناشف، ونوع برضه من باع طهي ولا اي حاجة. دي زيت ناشف برضه وعمال يعمل. شوف دي برضه عامل زي نوع برضه من الاكل، وعلى عايز واحدة زي دي يروح واكلها على طول.